يعني عموما كل مشكله وليها حلال، على اساس انها مش ناقص يعني خير. وفي ايه يا صامولة؟ ما تخش تتكلم، مين مضايقك فيهم؟ لا ايه ولا ايه، دلوقتي المعلم فرده والمعلم بنزينه شايفين ان هم ليهم حق عندي. ايوه لينا حق. يرضيك يا استاذ عادل نبقى متفقين ان الكنبه الورانيه تشيل ثلاثه، هو الوحيد في الموقف كله يحملها اربعه. طيب ودي فيها ايه؟ انا مش شايف حاجه يعني، عادي ما دام موافقين ولا ايه؟ ده بيقولك فيها ايه؟ يا سلام، ده كده نبقى منغش قدام الزبون، يعني احنا نبقى متفقين ان انا اركبها ثلاثه هو يركبها اربعه. طب وفيها ايه؟ طب ما انتوا بتركبوا اتنين قدام وما فتحناش بقين. وبعدين يا عم رمزي، يا عم عادل، انا بيجي لي اربعه رفيعين يركبوا ورا، هم موافقين والكنبه موقفه، انا بقى اقف ضدهم يعني اقول لا؟ لا. تقول لا تقول ملناش فيه، احنا لينا حق. عرب عرب ده راش الف مسكن جسر السويس مساكن مساكن. دول هو مين عرب ده؟ تقريبا ده اللي كان رافض يقعد رابع ورا تقريبا. اصبر اما نفهم. طيب عموما يعني كل مشكله وليها حلال يعني، وبعدين صراحه يعني الراجل ما غلطش في حاجه والراجل ده برضو ما غلطش في حاجه، فانتوا الاثنين ما غلطتوش. امال احنا جايين لك ليه يعني؟ حقنا فين يا عم سامولة؟ بقول لك ايه، احنا حقنا لو ما جاش هنطربعها على دماغك. محدش ليه حق عن سامولة، محدش ليه حق عن سامولة. بعدين انا مش هينفع اتكلم، انا مش هينفع اتكلم في وجود عديلي، اتكلم عن معادل. انا انت بتدبسني يعني. ماشي بتصرف معاها يا رمزي. طب ودول ماله اصلا عم سامولة بقى؟ لا ليه يا عم رمزي ليه؟ أقول لك ليه يا عم عادل؟ ليه؟ علشان أنت، أنا المفروض دلوقتي معايا حكم رؤية لعنتر ابني اللي هو فهماك، وأنا المفروض أبوه اللي هو فهماك، فأنا المفروض أبقى فهماك عشان أنا فهماك يا عم عادل. وبعدين القانون في صفي زي فيلم أوفياء وأرانب، يعني هم أوفياء وأرانب. أنت مالك بالبني آدمين عديلي؟ ما تتكلم عن مرام. لا بقى هاتي اللقطة وخلاص. لا احنا لينا كبير، الكبير بتاعنا دول يا حبيبي، خش عليهم يا دول او خش علينا بالكوكتيل يا حته. ايه يا بنزينة انت ديتك ايه؟ دوعوا الكبريت ونولع فيه. واحد صفر. صح ولا ايه؟ صح دول. في حاجة ولا ايه يا فردة؟ مفيش حاجة يا معلم. وانت كمان ديتك ايه؟ ده هو مسمار ونفرقعك يا فردة. واحد واحد. فرمي يا زوق. لا ده كده زطت قوي يا صامولة. زطت؟ انت بتقول لي انا زطت؟ على فكرة بنزين، انت لو قربت مني هولع الولاعة في وشك. ما هو قال كبريت. ما زال ولاعة. انا تجاملون، انا معاك. انت بتهددنا يا عم سامولة. لا ده كده زطت قوي، ده كده حق عرب تاني، عرب جلاش قلبي. ألف مسكن مساكن مساكن مساكن. هو قال لك حق عرب تاني. 5-1. يهبل. انت بتزيد في اي حته، تعالى بتزيد في اي حته. دول هو عرب التاني ده غير عرب الاولاني؟ بقول لك ايه، ما تتفهش الموقف، احنا سخنين، يلا ارجع مكانك.